بنرحب بحضراتكم أعزائنا المشاهدين في أولى فقراتنا الحوارية اللي هنتكلم فيها عن عادات النجاح، يعني عادات تؤدي بنا إلى النجاح. بيلفت النظر هذه الأيام في الدراما وفي الأفلام إن دايما لما بنيجي نتكلم بيصوروا كده شاب في أوضته، دايما نلاقي الأوضة دي مكركبة كده، ونلاقيه رامي هدومه في كل حتة، والكمبيوتر شغال واللمبة شغالة، وشوية عادات كده غريبة بقت بتسلط عليها الضوء للأسف السينما والدراما، باعتبار ان الشاب ده دمه خفيف، يعني الشاب اللي دمه خفيف ده لازم تلاقي كده حياته ملخبطة وبينام متأخر، وشوية عادات احنا بنثبتها في الوجدان من غير ما نشعر، بتخش في الضمير الجمعي للأمة من غير ما نشعر عن طريق السينما وعن طريق الدراما وما إلى ذلك. بنتكلم عن عادة التدخين وهي بقت حاجة عادية جدا، يعني اللي هو البطل الجدع المغوار اللي بيحل كل المشاكل في المسلسلات اللي كل الناس بتحترمه على طول طول النهار عمال بيدخن، كلها عادات. العادات دي ملهاش أي علاقة بالنجاح خالص، إنما النجاح له مجموعة من العادات، في مجموعة من العادات لازم تكون عند الناجح، وفي مجموعة من العادات تؤدي بيك إلى النجاح. ده موضوع فقرتنا النهاردة مع الكاتب والمحاضر الأستاذ عبد المقصود حامد، خبير التنمية البشرية والإدارية. برحب بيك يا فندم. أهلا وسهلا. هاخد من يعني عادة زغننة كده كنا بناخدها في المدرسة الزمان، يقول لك إيه، نم مبكرا تستيقظ مبكرا، ويمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمكن أمرنا بهذا الموضوع إن إحنا نستيقظ مبكرا باعتبارها أول العادات اللي بنستقبل بيها اليوم. فعايز أبتدي عند العادة ديت وأسألك، ما هي فائدة الاستيقاظ مبكرا؟ هو بص حضرتك، في البداية إحنا موضوع العادات عموما بنهتم به اهتمام كبير جدا، لأن إحنا بنعتبره من الحاجات المهمة جدا في أي نجاح، وبرضه بيكون مهم في الإخفاق. فإحنا بنتكلم على العادة، حضرتك كنت قلت مقولة لمهاتما غاندي، لإزرع فكر تحصد قول، إزرع قول تحصد عمل، إزرع عمل تحصد عادة. صحيح. بعد كده العادة بتأدي لسلوك، والسلوك بيأدي المصير. صحيح. فهي العادة بتعتبر هي الحاجة الجوهرية في حياتنا، اللي احنا دايما بنقول يعني بنلخص العادة ان انت بتصنع العادة، وبعد كده العادة هي اللي بتصنعك. صح. فمهم جدا ان انا الاحظ ان انا ايه العادات اللي انا هصنعها، ايه العادات اللي انا هكتسبها، لان هي دي اللي هتحدد مصيري. انا بصنع عادة والعادة هي اللي بعد كده بتصنعني. صحيح. العادة اللي حضرتك قلت عليها اللي الرسول وصانا بيها اللي هي النوم مبكرا. انا بس عشان عايز ابدا معاك من اول اليوم كده، استيقاظ مبكرا ونكمل بقيه العادات بقى لحد ما ننام. ايوه. فاحنا في عادات بنسميها العادات الجوهريه. العادات دي مهمه جدا لان هي بتاثر في باقي حياتنا كلها. زي عاده الصلاه مثلا. انا لو التزمت بالصلاه هلاقي ان انا بنظم وقتي. هلاقي ان انا بلتزم ان انا كل وقت معين بصلي صلاه معينه. هلاقي ان انا بصحى بدري. لازم اصلي الفجر فاصحى بدري. فابتدي اليوم بدري. ففي عادات بنسميها العادات الجوهريه، العادات دي مهمه جدا لان هي بتاثر على باقي اليوم بتاعي، باقي حياتي بتاعي. نفس الفكره، انا لما انام بدري واصحى بدري، انا دايما يعني في مثل بيقولوا ان الصحيان بدري دي الساعات المسروقه في اليوم. صحيح. يعني انت ساعات ما بتحسش بيها، انت عاده لو هنصحى الساعه 8 انا لو صحيت بدري ساعتين، الساعتين دول هلاقي ان انا بنجز فيهم حاجات كتير جدا، هم فيهم بركه سبحان الله. سبحان الله. فعلا. صحيح. فعلا فعلا، لان انا دول انا مش عامل حسابهم، فبلاقي ان انا بعمل فيهم حاجات كتير جدا بدون ما بشعر. فالعاده دي مهمه جدا ان احنا بنعتبرها من العادات الجوهريه فعلا. طبعا اكيد. طيب ما هي اهم العادات التي تميز الانسان الناجح؟ ما اعتقدش ان في انسان ناجح هيصحى متاخر وينام متاخر. لا طبعا. لا طبعا. احنا يعني لو بصينا كده في الناجحين عموما هنلاقي ان في مجموعه من العادات هنلاقي ان هو بيلتزموا بيها. من اهم العادات دي عاده التوازن. ان احنا نكون متوازنين في حياتنا. احنا في حياتنا في مجموعه من المسارات كلنا بنمارسها في حياتنا، البعض بيهتم ببعضها والبعض بيهمل بعضها. زي مثلا الجانب الثقافي، ان انا ازاي احصل على ثقافه، ازاي اطور نفسي، ازاي ان انا يبقى عندي قدر كبير من المعرفه، ده جانب مهم جدا. الجانب الاجتماعي، سواء الاسره الصغيره او الاسره الكبيره، لازم يكون فيه اهتمام بيها. الجانب المهني، شغلي. الجانب الترفيهي، للاسف احنا بنهمله بشكل كبير جدا نظرا للظروف الاقتصاديه، انما لازم نلتزم بيه، لازم نهتم بيه. الجانب ده هو اللي يخليني ان انا اكمل اقدر اعيش حياتي. صحيح. كان ليا طبيب صديقي سافر انجلترا، ففي اول سنه ليه المفروض هم كل سنه ليهم شهر اجازه. صحيح. وعشان يثبت نفسه يعني وياخد خبره كبيره ويكون متواجد، لغى الشهر الاجازه وكمل شغل. كمل شغل. فوجئ في اخر السنه، هو بيبقى فيه تقييم لمجموعه الاطباء الموجودين، فوجئ انه واخد تقييم قليل جدا، رغم ان هو كان ملتزم ومن الناس اللي فعلا الكل بيشهدوا بكفاءته. عرف ان السبب انه ما خدش شهر الاجازه. فلما اتكلم مع الاداره قالوا له الاجازه دي مهمه ليك، دي في رقم واحد، ومهمه لينا احنا كمان.
لان انت لما بتاخد اجازه ده بيديك دافع ان انت تكمل السنه اللي بعديها. صحيح. انت كده استنفذت كل الطاقه بتاعتك في السنه دي. طب ازاي هتدينا بعد كده؟ فالجانب الترفيهي ده جانب مهم جدا. الجانب الديني، الجانب الديني والجانب الاخلاقي مهم جدا، لازم نلتزم بيه. احنا لو شفنا مثل في حياتنا دلوقتي محمد صلاح، هنلاقي ان هو كل الجوانب دي ما شاء الله ان هو ملتزم بيها. الجانب الاخلاقي لاعب ملتزم، الجانب المعرفي طبعا احنا من اسبوع كده لقينا صوره ليه وهو بيقرا كتاب، وزي ما حضرتك قلت ان الميديا بتاثر بشكل كبير. طبعا الكتاب ده حقق مبيعات خرافيه. والكاتب نفسه بعت شكر ليه ان هو ساعده ان الكتاب ينتشر، مجرد الناس شافته وهو بيقرا الكتاب. برضو بنفس مثل محمد صلاح لما عمل اعلان على المخدرات، المركز القومي لمكافحة المخدرات قال يعني عمل احصائية لقى ان نسبة اتصال الناس والناس اللي بتلجأ ليهم بعد الاعلان ده ارتفعت جدا. وده تأثير النموذج الطيب، ان الناس بتاخده مثل ليها وبتحتذي بيها. فدي بعض التوازن، ده عادة مهمة جدا. ده احنا كنا بنتذكر قصة ظريفة جدا، يعني شاب حب يكتسب حكمة فراح لحكيم المدينة وقال له انا عايز يعني تكتسبني الحكمة اللي عندك. فقال له بص انا مش فاضي دلوقتي، انا قدامي ساعتين. اداله معلقه وحط له فيها نقط زيت، قال له خد بالك من المعلقه ديت ولف شويه في القصر بتاعي. المهم لف ساعه ورجع له فلقى فعلا محافظ على الزيت. قال له الحكيم، قال للشاب، قال له خدت بالك من اللوح اللي موجوده على الحيطه؟ قال له لا. قال له خدت بالك طب من السجاد اللي على الارض؟ قال له لا. قال له لا خلاص لف تاني ساعه وحاول تاخد بالك من الحاجات دي. الشاب مسك المعلقه اللي فيها الزيت ولف الساعه تاني ورجع، قال له خدت بالك من الحاجات اللي انا قلت لك عليها؟ قال له اه. قال له طب فين الزيت؟ قال له وقع مني. قال له اول دي اول حكمه، التوازن. لازم يكون في توازن في حياتنا. هو في اول مره حافظ على نقط الزيت بس ما قدرش ان هو يستمتع باللوح بالمشاهد. ثاني مره استمتع بس ما قدرش يحافظ. فاحنا في حياتنا لازم يكون في نوع من التوازن، ان انا اقدر ازاي احافظ على كل الجوانب اللي في حياتي ديت، كل المسارات اللي في حياتنا ديت بشكل منتظم. للاسف في البعض بيكون عنده اعتقاد ان انا لو اهتميت بجانب معين، يعني الجانب المهني مثلا، ان انا اهتم بشغلي فانا كده بامن مستقبلي، انا كده بخلق لنفسي حياه ناجحه. للاسف الجوانب الباقيه لما ما بهتمش بيها بلاقي انا في المحصله في النهايه ما حققتش اي حاجه. صحيح. فالعادة التوازن دي عاده مهمه جدا احنا لازم نلتزم بيها، وهي الموضوع بيجي بالتدريج. يعني دايما احنا العاده دايما بنقول ان هي بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي المقاومه. انا لما باجي امارس رياضه مثلا عايز اكتسب مهارات الرياضه، ففي اول مرحله بقى في مقاومه، انا مش قادر ان انا امارس الحاجه دي لان انا مش متعود عليها، جسمي مش متعود. صحيح. بالظبط. لو عديت المرحله دي، لان دي اخطر مرحله واكتر مرحله فعلا الناس ما بتقدرش تكمل فيها، هي مرحله المقاومه. بوصل لمرحله عدم الارتياح. هي مش زي مرحله المقاومه، بتبقى اخف شويه بس برضو الواحد لسه ما اتعودش على العاده دي. بعد فتره بوصل لمرحله التلقائيه، لان احنا دايما بنقول خلاص بتتحقق لوحدها، بتنفذ لوحديها. احنا دايما بنقول المخ جهاز شديد الكفاءه، بيحاول يحافظ على الطاقه بتاعته بقدر كبير جدا. فلما بيلاقيني بعمل حاجه بشكل منتظم في نفس الوقت، المخ نفسه بيعمل له حاله استسلام. خلاص انت مثلا، انا متعود ان انا قبل ما انام بقرا 10 صفحات. في الاول بلاقي فيه صعوبه، تاني يوم بلاقي الصعوبه تقل، لغايه ما بيبقى الموضوع تلقائي. بالعكس انا لو ما عملتش العاده دي انا بحس بتعب. حضرتك دلوقتي يعني وانت بتتكلم اتكلمت عن موضوع مهم جدا، موضوع الصلاه. في الاول خالص كده وانت مش واخد بالك عدت معاك كلمه الصلاه باعتبارها عاده، وانا عايز اقف عند الحته ديت. الصلاه يعني على قد قيمتها الكبيره جدا وانها عباده ومن اركان الاسلام، لكن الصلاه في حد ذاتها من الحاجات اللي بدون ما تشعر بتحسسك باليوم. يعني في ناس كتير جدا من الشباب، ايه ده الساعه بقت ايه ده احنا بقينا بالليل، يعني تحس ان اليوم عدى منه وهو مش حاسس. الصلاه برضو من الحاجات اللي بتعمل لنا محطات. على فكره وعلى موضوع العاده، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ارحنا بها يا بلال، لانها اصبحت عاده. يعني اصبح كمان غياب الصلاه لا احنا مستنيينها عشان نرتاح، في حين ان اللي النهارده بتيجي يعني تحثه على الصلاه يقول لك مش قادر، لا الميه ساقعه، لا الدنيا سخنه، لا ظهري بيوجعني، لا طب كمان شويه. وده اللي بيحصل، وده بياكد كلام حضرتك ان الحاجه لما بتتعود لعاده بعد كده انت بتبقى لما بتغيب عنك بتحس انك عايز تروح لها. بالظبط. يعني قلت كلمه جميله جدا، يعني كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسر اللي احنا قلناه. اريحنا بها يا بلال. خلاص هي الصلاه دي بقت عاده، انا مش قادر ابطلها. بالعكس يعني انا في البدايه زي ما قلنا بيبقى في مقاومه، انا يعني اصلي بس يعني بصعوبه شويه. أيوة. زي ما هيقول يعني طب الميه ساقعه،
طب انا هصحى بدري اصلي الفجر. بعد فتره لو ما عملتش العاده دي انا بحس بتعب. صحيح. وده تفسير لمقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال. احنا في البدايه بنقول احنا عايزين حمل تقيل وعايز ارتاح منه. بعد فتره خلاص اصبحت عاده، خلاص انا نظمت وقتي، انا عارف بصلي الصبح الساعه كام، بعمل ايه بعد ما اصلي الصبح، بصلي الظهر بعمل ايه، وهكذا. خلاص انا نظمت حياتي عليها. انا بتغدى في وقت معين ربطه بالصلاه، انا بروح مشوار معين ربطه بالصلاه، انا عايز بحس باليوم، حتى بحس بالعصر وبالمغرب وبدخله الليل وبالليل. طب انا اتاخرت؟ لا ما اتاخرتش، لا ده الفجر فاضل له ساعتين، يبقى انا المفروض انام. يعني احنا بتنظم اليوم، عندنا خمس فواصل في اليوم. يعني عندنا خمس فواصل. ايوه انت منتظم بيها، انما لو ما فيش صلاه خلاص انت فجاه بتلاقي الظهر بيدن، بعد شويه بتلاقي العشاء بتدن. صح، ما انت ما انتبهتش لباقي الفروض. فهي فعلا احنا العاده اللي بنلتزم بيها خلاص بتصبح جزء من حياتنا. لو انا ما مارستهاش بحس بصعوبه، بحس بتعب، بحس ان في حاجه ناقصاني في حياتي. اكيد. طيب يعني حضرتك اتكلمت عن التوازن وده شيء مهم جدا، لكن احيانا الحياه وظروف العمل بتفرض علينا نوع من انواع الضغط اللي مش بيخلينا نحقق التوازن ده بشكل كامل او بشكل بيرفكت او بشكل مثالي. يعني نعمل ايه بقى او نتصرف ازاي لما نلاقي ظروف شغلنا شويه ضغط علينا، مش قادرين ناخد الترفيه بالقدر الكافي، مضغوط علينا في حياتنا؟ ايه هي العادات اللي ممكن تقلل هذا الضغط الهائل اللي بتفرضه علينا حياتنا؟ احنا دايما بننصح في ظل الظروف اللي احنا مضغوطين بيها ان احنا دايما نصغر من العادات اللي بنعملها. حتى في البدايه، يعني الواحد عايز مثلا يمارس رياضه، هو ما عندوش وقت ان هو يمارس رياضه، يمارس 5 دقائق كل يوم. حجم صغير جدا بس بشكل مستمر هديني نتيجة كبيرة. احنا لو رجعنا لمفهوم العادة نفسها، بنقول ان العادة هو سلوك بعمله بشكل منتظم وبشكل لا ارادي. فالشكل المنتظم ده هو اللي بيديني النتيجة الكبيرة في الاخر. قليل دائم خير من كثير منقطع. مقطوع. صحيح. فاحنا دايما الحاجة الصغيرة بس بعملها بشكل مستمر بلاقي في النهاية نتيجة كبيرة. ورسول الله سلام في الحديث الشريف احب الاعمال الى الله اقلها وان دام. يعني صحيح. الفكره مش في ان هي يعني ان هي قليله، لا، هي الفكره في الدوام بتاعها. انا لما بستمر لفتره طويله حتى لو قدر بسيط بلاقي في الاخر نتيجه كبيره. يعني لو تخيلنا مثلا ان احنا كل يوم بنقرا 10 صفحات من كتاب، على مدى سنه تخيل هخلص كام كتاب؟ طبعا، لان انا صغرت بشكل كبير جدا العاده اللي انا بعملها، نظرا لضيق الوقت، نظرا للظروف اللي احنا فيها. الشباب دلوقتي بيشتغل طول اليوم تقريبا، بيشتغل مفيش وقت ان هو يمارس رياضه، مفيش وقت ان هو يقرا. فبنتكلم على العادات ان هو يصغر من حجم العاده. صحيح. بس مع الاستمراريه، اهم حاجه الاستمراريه. انا في البدايه ما يهمنيش النتيجه، مش انا لما امارس رياضه ما ببصش النتيجه شكلها ايه في البدايه، انا بيهمني الاستمراريه. مع الاستمراريه هلاقي نتيجه كبيره. وده احنا بنتكلم على العاده ان هي ليها 3 عناصر. اول عنصر هو المشغل، الحاجه اللي بتخليني ان تشجعني ان انا امارس العاده. انا مثلا لو هقرا قبل ما انام، فالمشغل ده ان انا احط الكتاب جنبي قبل ما انام. قبل ما انام هشوف الكتاب هقرا. تاني حاجه السلوك نفسه ان انا هقرا الكتاب. اخر حاجه ودي المهمه جدا هي المكافاه، المكافاه اللي بحصل عليها من ممارسه العاده، سواء رياضه سواء قراءه. المكافاه دي بتفسر لنا حاجه يعني اعتقد في كتير يعني بيفكروا فيها، وسؤال شغل بال كتير جدا، هو ليه العادات الحسنه والعادات الطيبه ممارستها بيبقى صعب على عكس العادات السيئه ممارستها واكتسابها بيبقى سهل؟ طبعا. يعني احنا القراءه مثلا او الرياضه عادات طيبه حسنه، بس اكتسابها صعبه. طب التدخين ده اسهل، ما فيش اسهل جدا. من كده. صحيح. ايه السر؟ ايه السر في كده؟ السر في فكره المكافاه. التدخين المكافاه بتاعته سريعه، فوريه. صحيح. فوريه. انا اي نعم هي بتبقى الى حد ما مكافاه وهميه بس بتحصل. انا بكون متعصب او زعلان او غضبان فبشرب سيجاره بحس ان انا هديت، المكافاه فوريه. على عكس الضرر بتاعها، الضرر مؤجل. صحيح. انا ما بحسش بضرر بالسجاير بعد فتره طويله. على عكس العادات الحسنه، المكافاه بتاعتها مؤجله. انا لما امارس رياضه انا هحصل على المكافاه امتى؟ مش اقل من شهر شهرين عشان احصل على المكافاه. فاحنا الانسان بطبعه بيحب الحاجه السريعه، المكافاه السريعه. على عكس الضرر بتاعها او المشقه بتاعت مثلا ممارسه الرياضه بحس فيها في وقتها. صحيح. فالفكره دي اللي بتخلي العادات الحسنه او العادات الطيبه اكتسابها صعب، لان انا المكافاه ما بحصلش عليها بسرعه. فلازم ننتبه للموضوع ده عشان اقدر ان انا امارسها. انا همارس رياضه بس هحصل على المكافاه، المكافاه دي ممكن تبقى بعد فتره طويله. اخلي بالي من عاده زي عاده التدخين ان المكافاه فعلا بتاعتها فوريه بس الضرر بتاعها مؤقت. حضرتك عارف اللي حضرتك بتقوله ده برضه له علاقه بفلسفه
الكون نفسه، لأن ربنا سبحانه وتعالى دايما لما بيكافئ الإنسان على عمل طيب هو مش بيكافئه عشان هو عمل العمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج أصلا مننا إن احنا يعني نتبرع ولا إن احنا نصوم له، ولا هو ربنا مش محتاج، بس هو ربنا بيكافئنا على مقاومتنا لشهواتنا بالامتلاك. فاحنا بنقاوم شهوة الامتلاك ونطلع فلوس نتصدق، بنقاوم شهوة الأكل والطعام وبنصوم، بنقاوم شهوة الكسل وبنقوم نصلي. يعني ربنا دايما بيكافئنا المكافآت الكبيرة، يعني الجنة والخلود في الجنة مرتبط بمقاومتنا لكل ما هو غرائزي أو كل ما هو ممتع. يعني بنفس الفكر ده حضرتك بتتكلم برضو، بتقول ان احنا دايما الأعمال الحسنة بتكون صعبة لأنها بتبقى ضد طبيعتك الإنسانية الأمارة بالسوء. تمام، بالظبط كده. بالظبط كده. طيب إذا اتكلمنا عن يعني الأهداف الذكية، دايما الإنسان اللي بيكون عنده هدف ذكي، الهدف الذكي أعتقد أنه هو بيسهل لك الطريق إليه، أو الهدف الذكي بيخليك تتخلص من عاداتك السيئة وتكتسب عادات حسنة. عايزين نعرف ما هي أهم الأهداف الذكية اللي ممكن تغير من عاداتنا ومن سلوكنا بشكل إحنا يعني يخفف علينا وطأة مقاومة النفس زي ما بنقول. وموضوع الأهداف الذكية موضوع مهم جدا، لأن إحنا ساعات كتير جدا بنحط مجموعة من الأهداف وبنحاول نحققها، بعد فتره بنكتشف ان احنا ما قدرناش نحقق الاهداف دي، جينا احباط شديد. والاحباط الاشد كمان ان احنا مش عارفين ايه سبب عدم تحقيق الهدف دوت. احنا مفروض ان احنا بنبذل كل اللي في طاقتنا، بنحقق كل حاجه عشان نحقق الهدف، وفي الاخر ما بنكتشف ان احنا ما بنحققش الهدف. السر حقيقي في كده ان الهدف في البدايه انا ما اخترتوش صح. عشان اختار الهدف صح لازم اختار الهدف اللي اسمه الهدف الذكي. الهدف الذكي عشان يكون هدف ذكي ليه بعض المواصفات. اهم حاجه ان هو يكون محدد، الهدف اللي انا عايز احققه لازم يكون محدد. لازم قبل ما ابتدي الهدف ده اسال نفسي اكتر من سؤال، طب الهدف ده انا هحققه ازاي؟ هحققه امتى؟ الهدف ده مين ممكن يساعدني؟ لازم مجموعه من الاسئله اقولها الاول واجاوب عليها عشان احس ان الهدف ده انا حددته. طالما حددت الهدف انا كده خدت اول خطوه في ان انا احدد ان ده هدف ذكي. بعد كده لازم الهدف ده اقدر اقيسه. يعني ما ينفعش مثلا اقول انا عايز اقرا السنه دي مجموعه من الكتب، مش هقرا حاجه. صح، عايز اقرا 100 كتاب 50 كتاب. بالظبط. بحيث ان انا قررت ان هقرا 50 كتاب السنه دي، يبقى لازم عارف ان انا في اول 6 شهور يبقى قريت 50 كتاب، اول 3 شهور قريت 25 كتاب. احنا لو نلاحظ مثلا في رمضان بنختم المصحف كده، بنختم المصحف جزء كل يوم خلاص، وبسهوله مش بصعوبه. صح. ليه؟ لان انا حددت انا عايز ايه الاول، انا عايز اقرا، وبعدين الهدف ده انا اقدر اقيسه ان انا هقرا 30 جزء في 30 يوم، كل يوم بقرا جزء. بعد نص الشهر لو ما حققتش 15 جزء بحس ان في حاجه غلط، لازم برجع بسرعه بجري شويه. صح. فلازم الهدف يكون اقدر اقيسه. انا مثلا لو عايز اخس ما ينفعش اقول انا عايز اخس. صح. لا، لازم اقول انا عايز اخس مثلا 10 كيلو، حاجه انا اقدر اقيسها. تالت حاجه وهي برضو حاجه مهمه ان انا اربطها بزمن. انا مثلا عايز اخس 10 كيلو في 3 اشهر، في 3 اشهر مثلا، يبقى انا بعد شهر يبقى انا المفروض خسيت 3 كيلو ونص. لو ما خسيتش 3 كيلو ونص المفروض ارجع اشوف انا ليه ما خسيتش 3 كيلو ونص. طب ايه اللي حصل؟ ابتدي الحق نفسي. فلازم احدده بزمن. انا هقرا كتاب، انا هقرا الكتاب ده في شهر، بحيث ان انا بعد 15 يوم لازم خلصت نص الكتاب. فمهم جدا ان انا اكون محدد الهدف، مهم جدا ان انا احدده بزمن واقدر اقيسه. الحاجه المهمه بقى جدا ان انا اربط الهدف دوت بفايده ليا شخصيه، عشان الفايده دي او العائد دوت هو اللي هيديني الدافع ان انا اكمل. انا مثلا عايز امارس رياضه او عايز اخس، انا عشان ابقى منظري انيق، عشان في وظيفه مثلا معينه عايز ان انا اقدر التحق بيها. لو حسيت في فتره من الفترات بالتعب، الرابط دوت هيخليني ان انا يديني بوش تاني، يشغلني تاني. صحيح، هو دفع ان انا اقدر اكمل. فكره الصلاه وفكره الصوم، طول ما في دافع شخصي انا عايز اخش الجنه، انا عايز اتقي النار، انا عايز يبقى في عايز بركه ربنا في اسرتي في عيلتي. دايما الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا لو عايز يبقى ليك رزق، لو عايز عمرك يطول، صل رحمك. صحيح. فانا طول ما انا بعمل صله الرحم دي انا عارف ان انا في عائد راجع عليا، انا عارف ان في بركه في رزقي، بركه في حياتي طول فوق. فلو انا كسلت شويه الدافع ده هو اللي يخليني اعمل انفذ الموضوع تاني. طب انا عايز اقف عند نقطه مهمه جدا، ويمكن دي بنشوفها عند
يعني أبنائنا وإخواتنا الطلبة، موضوع النية المسوفة، يعني إن شاء الله يعني عايز تذاكر يلا بينا نعمل جدول، ويقعد 3 أيام يعمل جدول، وبعد ما يعمل الجدول يريح عشان تعب من عمايل الجدول، وبعد كده يبتدي يعني يضيع يوم ويقول يقوم معدل الجدول تاني. النية دايما عندنا النية لكن ما عندناش أفعال، وكلمة الأعمال بالنيات دي مش فاهم احنا فاهمينها غلط تقريبا ولا ايه، ان هي النية يبقى عندك نية انك تعمل حاجة كويسة لكن ما تعملهاش، كفاية عليها النية. عايزين نحل الأزمة دي. احنا لو خدنا بالنا للجملة بالظبط، انما الأعمال بالنيات. هو ايه قبل ايه؟ الأعمال قبل النيات. ايوه صحيح. فالبداية في العمل. النية مهمة جدا، بس احنا بنقول احنا ما بنقولش انما النيات بالأعمال. صحيح. احنا بنقول انما الأعمال بالنيات. صحيح. انا بقدم العمل، لازم يكون في عمل، يعني نية من غير عمل ملهاش لازمة اصلا، ملهاش لازمة. والعمل برضو المفاجأة كبيرة جدا، ان العمل من غير نية ملهاش لازمة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ليه بيخاطب الصحابة بيخبرهم مين اوائل الناس اللي هيخش النار. فقال لهم 3: قارئ القرآن، مجاهد في سبيل الله، منفق في سبيل الله. طبعا الصحابة يعني كانت مفاجأة بالنسبة لهم، دول أول 3 هيخشوا النار، دول أول 3 هيخشوا النار، ودول تقريبا يعني تقريبا أعظم 3 حاجات ممكن الواحد يعملهم، يعني ينفق سبيل الله، يعني الجهاد والإنفاق وقراءة القرآن. فيعني إزاي دول يخشوا النار وهيبقوا من الأوائل كمان؟ فقال لهم لأن القارئ للقرآن بيقرأ عشان الناس تقول عليه صوته حلو، عشان تقول عليه اللي بيقرأ، فده خد نصيبه من الدنيا خلاص. خلاص ده. المجاهد نفس القصة، بيجاهد عشان الناس تقول ده راجل بطل، راجل جاهد، خد نصيبه من الدنيا. المنفق نفس القصة، بينفق عشان الناس تقول عليه ده راجل كريم، فخد نصيبه من الدنيا. فشوف 3 أعمال عظيمة جدا، بس عشان النية ما بقاش ليهم أي لازمة. صحيح. فكرة النية مهمة جدا. احنا في حاجات يعني احنا طبعا كلنا كل يوم بننام، انا لو نيتي اختلفت قبل ما انام انا ممكن اخد ثواب كبير جدا. لو انا مثلا نويت ان انا هنام وهصحى اصلي الفجر، نية صادقة، انا طول ما انا نايم باخد ثواب. لو انا مثلا وانا نايم بنية ان انا هصحى عشان انا بريح جسمي عشان اقدر انزل الشغل عشان اقدر اجيب رزق ليا ولاسرتي، انا هاخد ثواب. انا واجي بشرب المية، ابقى في نيتي ان انا هشربها على 3 مرات تابعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، انا كده هاخد ثواب. فالنية مهمة جدا في الاعمال. العمل بدون نية لا قيمة له، النية بدون عمل لا قيمة له. طيب، في سؤال مهم جدا، عادة الفارق البسيط. يعني ايه عادة الفارق البسيط؟ وما هو الفارق البسيط؟ وما هي عادات الفارق البسيط؟ احنا الفرق البسيط دايما بننصح بيه الناس اللي بتبتدي في بناء عادة. انا يهمني ان انا هم يعدوا اول مرحلة اللي احنا قلنا عليها، مرحلة المقاومة. فالفرق البسيط دوت هو اللي بيقدر ان هو يخليه يعدي مرحلة المقاومة دي، ان انا بعمل حاجات صغيرة بس نتائجها زي ما قلنا نتائج كبيرة. في المجمل العام بكتشف ان انا عملت فارق بسيط بس بالتراكم. احنا قلنا العادة هو سلوك بعمله بشكل مستمر، اهم حاجة الاستمرارية. طول ما انا بعمله مستمرارية هلاقي ان انا في نتيجة كبيرة. يعني حضرتك عايز تقول لما يكون عندك هدف كبير ما تحاولش تروح له مرة واحدة، نقسمه على مراحل، نقسمه على مراحل، وكل مرحلة صغيرة نتخطاها نطلع للموضوع. هي فكرة التدريج. يعني حتى بنلاقي مثلا الإسلام لما جه في فكرة تحريم الخمر، ما جاش ما قالش مرة واحدة ان الخمر حرام، لان دي كانت عادة عند الناس، فكان هيبقى فيه صعوبة ان الناس مرة واحدة تبطلها. لا، ابتدت مرحلة مرحلة، الناس تبطلها في وقت معين، بعد كده الناس تبطلها قبل الصلاة، وبعد كده خلاص تحريم تام. فكرة العتق ما برضو ما تمش بشكل، كان عليه مكافآت الأول، مكافآت الأول، وبعد كده في الحروب، وبعد كده الناس اللي بتتكب مثلا ذنب معين ان انا بعمل عملية بقسم الصعوبة دي لكذا مرحلة، عشان انا لو قلت انا هعملها مرة واحدة في الاخر هكتشف ان انا ما عملتش حاجة، في الغالب ان انا مش هستمر، في الغالب مش هعمل حاجة. صحيح. طيب، يعني عايزين نعرف من حضرتك بس يعني اهم العادات لكي نصبح ناجحين. خد لي كده شاب النهارده من الشباب اللي حالهم يرثوا له وهم قاعدين على الكافيهات والقهاوي واقصى احلامهم يركبوا توك توك يعني يشتغلوا عليه، خده لي كده من اول ما يصحى الصبح الساعه 6 مع صلاه الفجر لحد ما ينام الساعه 8 9 10 بالليل. بص، في كتاب جميل جدا اسمه العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، ده الكاتب مشهور جدا اسمه ستيفن كوفي. هو بينصح خصوصا الشباب في بداية حياتهم ان هو يلتزم بال7 عادات دول. 7 عادات لو الناس التزمت بيهم خصوصا الشباب هيلاقي ان هي حياته ماشيه بشكل منظم جدا، بشكل ممنهج جدا، اي هدف عايز يحققه في الاخر يقدر يحققه.
هو ابتدى قسمهم لثلاث عادات وثلاث عادات وعاده اخيره. اول ثلاث عادات خاصه بالشخص نفسه. اول عاده المبادره، اتكلم على فكره المبادره، ان لازم الواحد يكون مبادر في حياته. احنا للاسف الشباب دلوقتي بنلاقي ان مفيش فكره المبادره دي، كل واحد رامي حمله على التاني، كل واحد رامي حمله على اسرته، مستني حد يزقه، مستني واسطه، مستني حد يساعده، مستني حد يبلغه ان مش عارف المكان الفلاني طالب شغل فيروح يقدم. فكره المبادره مش موجوده خالص. صح. ودايما احنا بنقول انا لو مش بادر بالحاجه غيري هيبادر لي، ممكن غيري يبادر لي، بس هو هيبادر من منطلق افكاره هو. صح. من يعني من منطلق مبادئه هو، من منطلق احتياجاته هو، ممكن ما تناسبش احتياجاتي. فلازم انا اكون انا المبادر، انا المبادر في قراراتي، انا المبادر في ردود افعالي. فكره رد الفعل دي مهمه، ان احنا دايما بنقول ان يعني اغلب حياتنا مش المهم فيها ايه اللي بيحصل لنا، الاهم منها انا بعمل ايه تجاه اللي بيحصل دوت، ردود افعالنا. لان احنا بنفاجئ ان احنا كلنا بنتعرض لضغوط، بنتعرض لمشاكل، بنتعرض لاختبارات. ايه اللي بيفرق؟ رد فعلي. رد فعلي انا اللي هيفرق انا هعمل ايه. صحيح. دي اول عاده وصى بيها الشباب. العاده الثانيه ابدا بالاهم، فكره ترتيب الاولويات. انا دايما لما ببدا يومي، احنا قلنا هنشوف اليوم بتاعنا هنعمل فيه ايه، اول ما ببدا يومي انا عندي كذا حاجه المفروض اعملها، لازم ارتب اولوياتي، اشوف ايه المهم الاول اعمله والاقل اهميه اجله شويه. المهم نفسه اشوف ايه العاجل فيه اللي مش هيستنى واعمله، لان انا ممكن اعمل حاجه تانية واجي العاجل دوت بعد فتره الاقي خلاص الموضوع خلص، خلاص مش هينفع اعمل فيه حاجه. صحيح. فترتيب الاولويات مهم جدا في حياتنا، لازم انا اشوف ايه المهم الاول، ايه اللي ممكن اجله، ايه الحاجه العاجله اللي لازم اعملها والاقل اهميه اجلها. دي تاني عاده. العاده الثالثه، ودي من العادات يعني مهمه جدا دايما بننصح بيها الشباب في بدايه حياتهم، ابدا والغايه في ذهنك. انا ابتدي وانا حاطط الهدف قصاد عيني، طول ما انا حاطط الهدف قصاد عيني انا هقدر احققه. صحيح. الدكتور احمد زويل رحمه الله عليه كان بيقول ان هو يعني لسه طالب في ابتدائي واعدادي كان كاتب ورقه وكاتب عليها دكتور احمد زويل. هو محدد الهدف، حاطط الهدف في ذهنه. اغلب الرياضيين العالميين كانوا بيقولوا ان هم وهم صغيرين كانوا محددين هدفهم، يعني ابطال العالم في السباحه كان كاتب بطل العالم في السباحه، هو لسه طفل صغير والهدف حاطه قصاد عينه طول الوقت، شايف الهدف. اي حاجه تحصل تحاول تخليه ينحرف على الهدف ده، هو عارف طريقه، شايف الهدف. ابدا والغايه في ذهنك، ابدا والهدف في ذهنك، طول ما انا شايف الهدف هقدر احققه. صحيح. دول اول ثلاث عادات خاصه بالشخص نفسه. انتقل بعد كده لثلاث عادات خاصه بالشخص والناس اللي حواليه. اول عاده فكره مكسب مكسب، دي فكره خطيره جدا، ان انا دايما ابتدي في حياتي ان انا اكسب وغيري يكسب. بلاش عاده مكسب خساره، لان في الغالب بتحصل انها خساره خساره. دي يعني بننصح بيها او بنلاحظها قوي لما يكون عندك مكسب على حساب الاخرين، على حساب الاخرين. بنلاحظها قوي في الاسر بين الزوج والزوجه. دايما كل واحد متخيل ان هو عايز يكسب واللي قصاده يخسر. في النهايه بنفاجئ ان بتتحول مكسب خساره لخساره خساره، البيت بيقع. انا لو فكرت فكره مكسب مكسب، يعني انا لو فكرت في مكسب مكسب، مكسب ليه ومكسب لحضرتك، ايوه مكسب ليك. لو انت فكرت بنفس الفكره يبقى كلنا بننفع بعض، يبقى كلنا بننفع بعض. صحيح. انما لو فكرنا مكسب خساره، حتى لو اتحققت، يعني حتى لو اتحققت في واحد كسب بس في واحد خسر. فاحنا دايما نحاول في حياتنا ان احنا تبقى اهدافنا مكسب مكسب. العاده اللي بعد كده اللي نصح بيها ستيفن كوفي وخاصه بالشخص والناس اللي حواليه، افهم ثم فهم. انا عليا ان انا افهم الاول انا هعمل ايه. انا عايز افهم اللي حواليا حاجه، لازم الاول افهمها. صح. لان انا لو مش فاهمها مش هقدر افهمها اللي حواليا، مش هقدر اشرحها اصلا، مش هقدر اشرحها، مش هقدر اوصلها. ولازم افهمهم هم نفسيهم، كل واحد ليه مدخل معين، لازم افهم ادخله ازاي، مش كل واحد اقدر اوصله اقول له زي التاني. صحيح. كل واحد ليه نمط معين. صحيح. دايما احنا بنقول الناس ثلاث انماط، سمعي بصري حسي، واحد يحب يشوف بعينيه، واحد يحب يسمع بودانه، واحد يحب يفهم، واحد يحب يفهم. فلازم الاول افهم انا عايز اعمل ايه، ولازم افهم الناس اللي حواليا. ده مهم. العاده الثالثه الخاصه بالشخص والمجموعه اللي حواليه، العمل الجماعي. ودي طبعا احنا في مجتمعنا العربي بنفتقدها بشكل كبير جدا خالص. مش موجوده. احنا كل واحد عايز يبقى هو اللي بارز، هو اللي ناجح، هو العمده، هو العمده بالظبط. يعني فكره العمده والقائد موجوده عندنا. فكره العمل الجماعي بنلاحظ ان المجتمع الغربي واوروبا عندهم الموضوع ده بشكل كبير جدا. احنا كنا لسه بنتكلم على الدكتور احمد زويل، لو كنا متابعينه في احاديثه عمره ما قال انا عملت، احنا عملنا فريقي، فريق العمل، المجموعه اللي احنا.
كان دايما بيعتبر نفسه فرد جوه مجموعه. صح، وده سر نجاحه وسر نجاح اي حد، فكره. صح، العمل الجماعي، ان احنا نشتغل وسط مجموعه. انا لو فكرت في فكره ان انا اللي هنجح مش هقدر اعمل. عمرك ما تنجح لوحدك، مش هينجح أبداً. مفيش حد بينجح لوحده أبداً. فكره العمل الجماعي فكره مهمه جدا. اخر حاجه بقى من العادات اللي المفروض اي شخص عايز يكون اكثر فعاليه، عايز يكون ناجح، يكسبها، فكره التجديد والتطوير. احنا بنلاقي ان في كيانات كبيره جدا بتوصل ان هي بتبقى في قمه النجاح وفجاه بتنهار. فجاه شركات عالميه بتعلن افلاسها. السر في كده فكره التجديد والتطوير. الابديت، مفيش ابديت، مفيش خالص. هو عندنا مؤسسات بعينها، يعني في بلدنا عندنا مؤسسات بعينها النهارده اصبح يعني اصبحت غير فاعله بسبب ان بقى لها فتره ما اتعملهاش ابديت. مفيش ابديت، مفيش تجديد وتطوير. طول ما فيش تجديد وتطوير انا ممكن اوصل لقمه النجاح بس مش هقدر احافظ عليه. والانهيار للاسف بيبقى سريع جدا على عكس البناء. اذا باتباع هذه السبعه نصائح ان شاء الله نقدر نحقق يعني اهدافنا ونغير في سلوكنا. وزي ما قلنا وزي ما ابتدينا الكلام في هذا الموضوع، العادات في الاخر هي مصيرك. حاول تغير عاداتك، ابتدي من اول اليوم، خد بركه اليوم، خلي عندك هدف تقدر تقيسه وحدد وقته، وخلي عندك هدف ذكي روح له، وبفارق بسيط يوم بعد يوم حياتك كلها هتتغير. بشكر حضرتك الكاتب والمحاضر الدولي عبد المقصود حامد خبير التنمية البشرية والإدارية على هذه الإيضاحات، وتمنى أن كل النصائح اللي حضرتك قلتها النهاردة يعني تنفع شبابنا إن شاء الله، تنفع كل المشاهدين. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم في فقرة حوارية جديدة. تابعونا.